أهلا بكم من جديد. بهدف اكتشاف الإبداعات الجديدة والطاقات الأدبية والفنية ودعمها وإبرازها للساحة الأدبية العربية، عقد موقع سواليف الإخباري وبالتعاون مع شركة زين للاتصالات جائزته الأدبية للسنة السابعة على التوالي. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع. عليها 1,300,000 للسنة السابعة على التوالي، عقد موقع سواليف الإخباري وبالتعاون مع شركة زين للاتصالات جائزته الأدبية لدعم الأدباء الشباب في 4 حقول: القصة القصيرة والمقالة الساخرة والشعر والكاريكاتير، حيث أن هذه الجائزة تهدف إلى اكتشاف الإبداعات الجديدة والطاقات الأدبية والفنية ودعمها وإبرازها للساحة الأدبية المحلية العربية. انطلقت جائزة سواليف الأدبية قبل 7 سنوات بشراكة مع شركة زين، إيمانا منا بأنه لابد أن يكون هناك في الساحة الثقافية الأردنية جائزة أدبية تغطي طموحات الشباب الأردني. فكانت الجائزة عبارة عن حقل واحد هو للمقال الساخر، ثم انطلقت وأصبحت القصة القصيرة والمقال الساخر ثم الكاريكاتير والشعر. أنا سعيد جدا بهذه التجربة لأنه استطعنا أن نغطي مساحة لم تكن بالأصل مغطاة من قبل وزارة الثقافة ولا من أي جهة ثقافية أخرى. هذه الجائزة كشفت عن أسماء مهمة جدا على الساحة المحلية وقد حصدت جوائز عربية أيضا. كما قلنا في الكلمة قبل قليل في الحفل، نحن لا نصنع النجوم لكن نهيئ السماء لتتجلى هذه النجوم. الجائزة لتسلط الضوء على هذه الأسماء الكبيرة والمهمة التي يمكن أن يكون قد طواها النسيان بسبب تزاحم الكتابة والكتب والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، فلذلك كانت فرصة جيدة لنثبت جدارة الكتاب في هذه الحقول الأربعة. الصراحة زين بهمها بشكل كبير دعم الثقافة والأدب والفن بشكل عام. سعيدين جدا بشراكتنا مع جائزة سواليف للقصة القصيرة والمقال الساخر اللي عم بتصير للسنة السابعة على التوالي، واللي بتحمس المهتمين بالكتابة والمبدعين من الشباب الأردني انهم يشاركوا بهاي الجائزة، وعم نشوف نتائج إيجابية وعم نشوف إقبال أكثر سنة بعد سنة على المشاركة بهاي الجائزة. بنتمنى انه عم بتقوم هذه الجائزة بدورهم، نتمنى نشوف مسابقات أكثر من هذا النوع. مهم جدا انه احنا نضل نحمس شبابنا على الكتابة، نحمس شبابنا على الاهتمام بالكتابة باللغة العربية بكل أنواعها وأشكالها، سواء كانت الأدب أو القصة أو القصة القصيرة أو المقال الساخر، واليوم شفنا الشعر كمان. المسابقة الأدبية تتيح لكل الراغبين بالمشاركة من الأدباء والمواهب الشابة الأردنية بتقديم نصوصهم وأعمالهم على البريد الإلكتروني للجائزة. الحقيقة أهمية هذه الجائزة من أنها تهتم بالأدب الشبابي، ويعني نحاول من خلالها أن نستخرج الطاقات المبدعة لدى هؤلاء الشباب في مجال الشعر والقصة القصيرة والكاريكاتير. والحقيقة أنه كل سنة الجائزة تتطور عن السنة التي سبقتها، وكل سنة نكتشف طاقات إبداعية جديدة يعني تضاف إلى الطاقات الإبداعية التي تسجل في الأردن، والأردن من أهم الساحات الإبداعية الحقيقة في الوطن العربي. فزت اليوم بالمركز الخامس بمسابقة القصة القصيرة، قصتي كانت بعنوان الخطى. هي قصة بتحكي كيف إنه الإنسان ممكن يكون معتقد إنه في شيء معين هو مصدر إزعاج إله، لكن هو في الحقيقة هو مصدر سعادة بالآخر، بيكتشف بعد ما إنه يفقد هذا الشيء لولا ثواني أو ليوم واحد. جائزة سواليف هي فكرة رائدة وبداية الطريق للإبداعات الشبابية وأولى درجات سلم نجاحاتهم. وفي الختام كرم راعي الحفل وزير الثقافة الدكتور نبيه شقم العديد من الشباب الفائزين. طبعا قديش مثل هذه الاحتفاليات والتكريمات قديش بتزيد من إعطاء الشباب والعطاء وأيضا الإبداع. العديد من الكتاب الساخرين، رسامين الكاريكاتير، ايضا ورد بالتقرير هناك كمان كاتبه قصه. قديش عندنا من الشباب احنا المبدعين في مجال الكتابه ولكن ما في لهم دعم، وزاره الثقافه ما بتعطيهم الدعم بشكل كثير كبير. في بعض المدارس عم تدعم طلابها، بعض الجامعات، وايضا مثل زين كعادتها دائما تدعم الشباب بكافه المواضيع. في موقع سواليف الاخباري تم ايضا تكريم جزء او بعض الاشخاص الموجودين في هذا الموقع. طبعا بنبارك لزميلنا عبد المجيد المجالي
التوالي أيضا بجائزة اللي حصل عليها من خلال هذا التكريم. نتمنى أنه يكون هناك اهتمام أكثر بطاقات الشعبية، الإبداعات الشعبية، إن كان بالكتابة، إن كان بالرسم، إن كان أيضا بالأفكار الجديدة والخلابة، بالمشاريع الجديدة. الشباب عندهم طاقات كثير كبيرة، بس بدهم الشخص اللي يوجههم ويدعمهم حتى يقدروا يبلوروا هاي الأفكار على أرض الواقع.